هذه المتوسحة في هذا الصباح المبارك في هذا المكان المبارك والجميل كذلك لإعلان عن مولود جديد لمجلس مقاطعة حسان، وهو مهرجان السماع والمديح والموسيقى الروحية، وهذا يندرج في إطار التنشيط المحلي لمقاطعة حسان، وهو لا شك مهرجان ذو إشعاع كبير، وقد أريد له أن يكون هذا الإشعاع على غرار المدن التي تعرف الإشعاع كذلك في نفس النشاطات اللي هو السماع والمديح والموسيقى الروحية كمدينة فاس وكمدينة الصغيرة. يأتي هذا المهرجان كما أقول لإعادة أو لاستعادة الرباط لطابعها الثقافي والروحي والتي اختفت وراء الطابع السياسي والإداري لفترة طويلة، خاصة أنها تحتضن بنية ثقافية ضخمة من بينها المآثر التاريخية والمسارح والدور الثقافية لتشكل ما يشبه مدارا ثقافيا متكامل العناصر، يحتضن مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، وهو ما دفع منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة الإسيسكو إلى إعلانها تراثا ثقافيا عالميا، وهو الشيء الذي استفزنا لجعل مقاطعة حسان مركز إشعاع حضاري ووجهة متوسطية وعالمية للسياحة الثقافية، وحاضرة تعيش انسجام الوجه العمراني العصري مع التراث التاريخي. مدينة الأنوار ليس بأضوائها أو بأضواء أحيائها وأزقتها، بل بإشعاع ثقافي وبرنامج هدفه إنتاج فكر ونمط جماعي يعلي قيم التسامح والتساكن واحترام الآخر. ولم نجد أفضل من المديح والسماع والموسيقى الروحية لتجسيد هذه القيم. فالفن هو الوجه المشرق للحضارات، ونرجو أن تتوالى هذه الدورات ومثل هذه المهرجانات لتكون حلقة من حلقات الإشعاع الثقافي في مقاطعة حسان، وشكرا لكم.